الأهل والأحباب في كل مكان، متعكم الله بالصحة والعافية. مرحب حبابكم عشرة بلا كشرة، كل عام وأنتم بخير والعيد مبارك عليكم، ينعاد عليكم بالصحة والعافية، على كل المسلمين والأمة العربية وبلادنا تنعم بالاستقرار والسلام والتنمية والرخاء والطمأنينة. سعيدين الليلة تمر شروقنا من منطقة الكباش، ونحن سعيدين يا إخواننا. العيد في الكباش عنده طعم ولون خاص، عيد يعني فيه الطرق الصوفية، عيد فيه العبادة، عيد فيه لمة الناس من مختلف المناطق، ما من منطقة الكباشي بس. العيد في الكباشي قصة، ذكر، نوبة، تراحم، محبة، سلام. نحن سعيدين الليلة في حلقة خاصة من منطقة الكباشي بمناسبة عيد الأضحية المبارك. أولى محطاتنا ونتابع مع بعض. مرحبا بكم، تواصل افراحنا واعيادنا معاكم من منطقه الكباشي، ونحن في ساحه صلاه العيد يعني، ومعانا اهلنا من مختلف المناطق في الكباشي وما جاوره، ونحن سعيدين نسال سؤال العارف الاجابه يا اخواننا، يحتفظ لما الدور يجي عنده بنمر على الناس كلهم. نحن يا اخواننا دايرين نعرف سؤالنا، الطريقه الصحيحه لضبح الاضحيه، يعني الخروف ده الطريقه الصح اللي بتضبحها به، شنو عندها شروط معينه، انت منو نتعرف عليه؟ الشيخ ضفاء الله الشيخ الجيلي. مرحبا بك، من وين؟ من الكباش. من الكباش، مرحبا شيخ ضفاء الله. الطريقه الصحيحه لضبح الاضحيه شنو شروطها فيها؟ شروط انها عشان ما تتحجر، عشان ما تتحجر الذبح. وشوية تضبح الضبح الحقيقيه تكبر الله. اكبر اقول شنو؟ تقول الله اكبر الله اكبر. ان شاء الله كبرت وضبحت. ان شاء الله عشان ما تتحجر او ما تنز. ثاني شنو؟ عشان ما تتعذب روح البهيمه ذاتها. طيب عشان ما تتعذب اسوي لها شنو؟ تضبح الذبح الحقيقي يعني. ما كيف الذبح الحقيقي؟ ما ده البزال منه. ان شاء الله عشان طيب كدينا نخليها اجابه نتعرف عليك. منو؟ خالد عمر محمد علي شاوض الكريم الدبحنه. مرحب بك، من وين خالد؟ من الشاوض الكريم ابو حنه. مرحب حبابك. خالد دايرين نعرف الطريقه الصحيحه لضبح الاضحيه. البسمله اولا، ثم التكبير، ثم السكين الحاده لذبح الاضحيه. ثاني شنو؟ اتجاه القبله اول. ثم التسمية، ثم الذبحة بالآلة الحادة السكين. بالآلة الحادة. طيب العرب عليك؟ محمد الحبر المكاشي. من وين؟ من الكباشي. كباشي. الطريقة الصحيحة لضبح الأضحية؟ الطريقة الصحيحة هي ما بعد الصلاة، وتكبر وسمي وتقبل القبلة وتضحي طوالي. وتضحي طوالي. هاي. طيب العرب عليك؟ خضر محمد طه. مرحب بك، من وين؟ من سوبة شريك والشيخ إبراهيم كباشي ذا جدي. جدكم مرحب بك. الطريقه الصحيحه شنو لضبح الاضحيه؟ الطريقه الصحيحه اول حاجه من السنه نسق الخروف. نعم. نسق مويه. طيب. والسكين تكون سنينه. نعم. نقبل على القبله، نرقد على القبله. نعم. نقول بسم الله الله اكبر، نضبح، والخرزه دي نخلي خرزتين ثلاثه في الراس، لانه ما خليت ثلاثه خرزات الضبح حرام. دي لحدين. طيب نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كمال عبد الهادي عبد القادر من أبناء أم درمان أبروف. أبروف. الطريقة الصحيحة لضبح الأضحية؟ أول حاجة الواحد يسين السكين صحيح. نعم. تكون حادة، وبعد ذاك يخط يسقي البهيمة، وبعد ذاك يخطها على اتجاه القبلة، ويمسك الحلقوم كله بجاي ويطبحها على 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 طريقه السنه طبع بها الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرف عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اشرف الشريف علي الامين من ابناء منطقه برنكو شرق الجزيره. اولا السكين تكون حاده سنينه، وثانيا استقبال القبله، وبعد استقبال القبله تسميه الله اكبر الله اكبر، وبعد الله اكبر طوالي جنوب يبدا ذبيح. اي نعم. الطريقه الصحيحه تعال بيجي نتعرف عليه. بسم الله ابراهيم حي احمد المهدي كباشي. الطريقه الصحيحه اول حاجه بتحد الشفره وبترقد البهيم على جنبها الايسر، وبتغطي عينها باضانه، وبعد ذاك بتطبخ.
الذبحه طريقه الذبح بتكبر ثلاثتك بسم الله وتكبر ثلاث تكبيرات الله اكبر الله اكبر على سنه ابينا ابراهيم وتذبح الوضحيه. نعم يا طريق نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد الله عثمان من ولايه الجزيره منطقه ود المايدي. الطريقه الصحيحه الاضحيه تتقبل على القبله والتكبير وتمسك الحلقوم وتطبح طوال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اخوكم الكباشي من منطقه الكباشي. بنستقبل القبلة أولا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وثلاثة يعني تكبيرات الله أكبر الله أكبر وبنطبح الخروف على يعني على اليسار وحنطبح الخروف طوال تطبخ طوال حنطبخ متواصلين معك نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاسم أنس إبراهيم الشامي من منطقة الشيخ إبراهيم الكباشي. الطريقة الصحيحة لضبح الوضحية. الطريقة الصحيحة كما أتى في الحديث فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم. وأن يبطح البهيمة على شمالها. طيب. وليمسك السكين بيده اليمنى. نعم. فليقول بسم الله وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فليجزيه وإذا قال بسم الله فليجزيه. نعم. بسم الله الله أكبر اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من نبيك إبراهيم عليه السلام. نعم. وليبدأ الذبح بذبحة واحدة لا يرفع يده. نعم. فهكذا طريقة الذبح. طريقة الذبح. طيب نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الوهاب طه من الكباشي. الطريقة الصحيحة لذبح الأضحية هي تقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر اللهم منك وإليك وتجاه القبلة وتذبح الأضحية إن شاء الله. طيب نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. نرحب بأخواننا الشروق على رأسهم ابننا العزيز محمد موسى. وبالنسبة لل والله ابننا دي ريحتني. أنا هسه كنت يقول أخونا لأنه الفرق سنتين ثلاث. الفرق 10 سنين. الطريقة الصحيحة تحط الخروف على إيدك الشمال. نعم. ترقد على إيد الشمال وتمسك السكين بإيدك اليمين وتكبر ثلاثة مرات الله أكبر الله أكبر وبعد الثلاث تكبيرات ضبحة واحدة تودي السكين مرة واحدة الله بسخ مرة واحدة يكون على هكذا. طيب ناخذ جانب عرب عليه. السلام عليكم يا أستاذ محمد موسى. كل سنة طيبين وكل عام وأنتم بخير وغابر زي ما عايزين. من وين أنت؟ أنا من غريدة الشيخ إبراهيم الكباشي. مرحب بك. ها الطريقة الصحيحة لضبح الأضحية. الأضحية أن يكون الذابح عاغل. نعم. اتجاه القبلة. نعم. اتجاه القبلة والسكينة تكون حادة. نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وكل عام وأنتم بخير. محمد سراج الأمين من قرية الكباشي. هي مدينة الكباشي. مدينة الكباشي. كلامك صح. مدينة وليس قرية. الله أكبر. الله أكبر. مدينة الكباشي. نعم. فالذبح الصحيح أول حاجة زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليرح ذبيحته وليحد شفرته ويستقبل القبلة الذبيحة اللي هي الخروف ويقول بسم الله الله أكبر ويذبح. بس طيب عندنا مشاركة بهنا يا إخواننا برضو. أنت منو؟ جاد الكريم أحمد محمد عبد القادر الشيخ أوض الكريم أبو حنة. مرحب بك. من وين؟ الشاوض الكريم ده من أبكار الكباشي ونحن بنجي سنويا بنعيد كل أبكار الكباشي بنعيد مع أولاد أبونا الشيخ إبراهيم الكباشي. حبابكم عشرة والله الديار دياركم زي ما قلت. مرحب. نسمع شنو كده. لما الليل جنى غاموا رجال وحالهم كبازي في الهوى رفرفا يهيم في الذكر قد لا يقنعوا وغلوبهم مليت بنور يخطفا متلززين ومغابلين في شهوده وعيونهم مليت دموعا تسرفا يتحولوا من حالة إلى حالة يتجولوا في الذكر هم والمصطفى يتجزوا أهل الحغائر يا فتى صفر حمر خضر بيوت لا يتوصفا
صلى الله على سيدنا. طيب انا سعيدين والله وفرحانين جدا مع هنا ناس الكباشي بالعيد السعيده وباللمه السمحه دي. سالنا يا اخواننا عن الطريقه الصحيحه لضبح الاضحيه، ومعانا اخونا ده من انت؟ انس ابراهيم الشامي محمد. انس ابراهيم، والله اللي عاجبني في انس ده اللغه العربيه دي يا اخواننا، انس ابراهيم، ما قال لي انس ابراهيم كده زي كده حافظ، لكن انس ابراهيم. وبعدين ميزه تميز يا اخواننا، هنا الشروط سهله جدا جدا. اول حاجه انت بتستقبل القبله وبترقد البهيمه على الجهه اليسار بتاعتها، وسكينك تكون حاده وتمسك الرجلين معاين اليدين، لازم تثبتهم وتكبر تقول اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من نبيك ابراهيم. ولا لو كان الجزار ضابح عليك، الجزار يقول تقبلها من فلان من سيد الطبيعه نيابه عنه. اي وبعد ذاك يا اخواننا ما بترفع السكين لحد ما تتاكد من الوريدين ديل يتقطعان، يعني انقطعان، وتخلي الدم ينزل مسافه. نعم. لحد ما تريح البهيمه وتخرج الروح. وتخرج الروح. انت منو؟ انس ابراهيم الشامي محمد. بالله صفقه يا اخوان، صفقه حاره لي. انس انس مبروك عليك والله، جائزه مقدمه من قناه شروقنا مش العربيه. الله مبارك لاخونا انس الكباش يا اخواننا، الطريقه الصحيحه لضبح الاضحيه، وقلنا هي ذكرناها من خمسه اشياء او اربع اشياء، هي تدل على طريقه صحيحه لانك تريح البهيمه دي، انك ضابحها ضحيه. وانس ده من الكباشي وصلى استدي وجاوب على السؤال ده، اكيد اللحم مرق بيغاد والكمونيه مرقت عندنا، وتجازي حصل بالمناسبه دي مقدم من غانا. شوف صفقه صفقه حلوه، مبروك عليك. مرحبا بكم، كل سنه وانتم طيبين، وتتواصل محطاتنا معاكم في حلقه خاصه جدا من منطقه الكباشي. ونحن سعيدين في المحطه دي نكون داخل المسجد، مسجد الشيخ الكباشي. وحقيقه يا اخواننا الصوره تحكي عن الواقع، ما في داعي ان احنا نتكلم نقول شنو، لكن مختلف المناطق ومختلف الغرى ومختلف الطرق الصوفيه كلها بتتجمع في منطقة الكباشي، والنوبة يعني أصوات ذاتها تختلف، دقتها من هنا لدقتها من هنا، المدحة من هنا للمدحة من هنا، كله بيختلف. نحن سعيدين نكون داخل مسجد الشيخ الكباشي وفي محطة بنسأل سؤال يا إخوانا، اللي عارف الإجابة يحتفظوها ونمر على الناس واحد واحد نشوف إجاباتكم شنو. أول حاجة يا إخوانا، نحن في عيد الضحية بالدارجة كده، نحن في عيد الضحية دايرين نعرف الضحية دي بتجب عليه منو؟ منو بتجب عليه الضحية؟ طيب نحن نتعرف عليك أنت منو؟ أحمد العاقب الصديق. منو؟ احمد العاقب الصديق. احمد من وين؟ مغد. مغد جيت متين هنا؟ امس. امس دائما اي عيد بتجي هنا؟ اي. بتجي براك ولا معاك ناس من مغد؟ معاي ناس. مجموعه انتوا؟ سنويا بتجوا العيد هنا؟ سنويا. ما شاء الله. تاني اللي بيجوا معاكم من وين جم مغد؟ من التكينه، القرضات، الغابه، والنابتي، والتي. ما شاء الله تبارك الله. تقعدوا كم يومين؟ يوم كامل بس. ها؟ يوم واحد. يوم تصلب بتمشي. اي. طيب عارف الضحية دي تجب على منو؟ ولا يزول بضحي؟ على المسلم العاقل البالغ. مسلم عاقل بالغ. نعم. دل عليه الضحية. طيب. أي مسلم عاقل بالغ ضحية. اي. طيب ناخذ إجابة. كدينا توقف. تعال جاي نتعرف عليك منو؟ الاسم عابد بن أوف الشيخ الطريف محمد العباس. من وين؟ من التكينة. مرحب بيك. الضحية تجب على منو؟ الضحية تجب على البالغ العاقل المستطيع. البالغ العاقل المميز. ايوه. المستطيع المميز. المميز. ايوه. طيب ناخذ اجابه. تعال جاي
تعرف عليك منو؟ محمد طه الحبر. من وين؟ من الكباشي. مرحب بك. الضحية تجيب على منو؟ الضحية تجيب على الحر العاقل المستطيع. المستطيع؟ نعم. طيب نتعرف عليه؟ عبد الوهاب محمد علي. عبد الوهاب من وين؟ من الزريقة. مرحب بك. جيت متين؟ جاي امبارح. امبارح. وترجع متين؟ نرجع بعد بكرة إن شاء الله. بعد بكرة ما شاء الله، العيد كله هنا إن شاء الله. هاي طيب الضحية تجيب على منو؟ المستطيع. المستطيع. هاي طيب ناخذها نتعرف عليه. مرحب. مرحب. محمد عثمان عبد الله. مرحب بك. من وين؟ ما يقوم هنا حلقة الشهناو. مرحب الشهن. الكباشي هنا. مرحب بك. جيتوا متين؟ جينا البارح. البارح. تقعدوا كم يوم إن شاء الله؟ اليوم ده صلي نقوم بس. ما شاء الله إن شاء الله، يعني ربنا يديكم العافية كل سنة وأنتم طيبين. هاي والسنة الجاية في عرفات إن شاء الله صحبة. امين يا رب العالمين. امين امين ان شاء الله. الضحيه تجب على زول المستطيع، على زول العاقل البالغ المستطيع. ايوه. طيب ناخذ يعني نتعرف عليه. محمد احمد العبيد. من وين؟ الغابه. الغابه. مرحب بك. الضحيه تجب على منو؟ المستطيع العاقل البالغ. مستطيع العاقل البالغ. البالغ نتعرف عليه. الشيخ ادريس عمر دراج. مرحب بك. من وين؟ من الجزيره ومغد. مغد. الضحيه تجب على منو؟ طيب تجب على المسلم العاقل البالغ المستطيع. المستطيع. طيب ناخذ اجابه. تعرف عليه. محمد حسن الطيب التكينة. محمد من وين؟ من التكينة. مرحب بك. الضحيه تجب على منو؟ على المسلم العاقل البالغ المستطيع. المستطيع. نعم. نتعرف عليه. محمد اسر احمد البخيت. محمد من وين؟ ام مغد. ها؟ ام مغد. ام مغد. يعني احنا الظاهر علينا اخواننا في الجاليه بتاعت ام مغد هنا في مسجد الكباش. وقعنا في ناس ام مغد دين ولما فوقنا بيكورنا جابونا براهم. الضحية تجب على منو؟ المستطيع. المستطيع نتعرف عليه. كمال حمد الطيب. كمال من وين؟ إيه إديد البشاقرة. إديد البشاقرة. الضحية تجب على منو؟ تجب على المسلم البالغ المستطيع. المسلم البالغ المستطيع نتعرف عليه. عبد المنعم عبد الرازق التكينة. التكينة. مرحب بك عبد المنعم. الضحية تجب على منو؟ تجب على زول مستطيع. مستطيع. مرحب بك الخليفة علينا بيني. أول شيء مرحب بكم وكل سنة وأنتم طيبين، ونحن والله سعيدين نكون الليلة في مسجد الشيخ الكباشي، أبونا الشيخ الكباشي، ويدوا تحتفلوا بمناسبة كبيرة وعظيمة، ومعاكم ضيوف أعزاء عليكم وأعزاء على المناسبة ذات ناس جاياكم من مختلف المناطق. أول شيء عرف المشاهد الكريم أنت منو، وتكلم لنا عن الزحمة الشايفين نادي والناس الشايفين نادي وبتجي من وين، وهل المزة الذي سنويا، والعيد في الكباشي شكله كيف يعني؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سعداء بمرور الشروق مرت من هنا، وقناة الشروق يكفي أنها إشراق لكل السودان. وأخونا محمد موسى جزاه الله خير من الذين يدخلون البهجة على الناس، وده أقل حق المسلم زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العيد في الكباش حقيقة ذو طعم مختلف، لأنه يمكن صلاة بتتأخر شوي، بنصلي 10 صباحا على غير العادة، لأنه الناس بيجوا من كل أنحاء السودان. الناس البعاد بيجوا قبل يوم ويومين وثلاثة من كردفان من غير من المناطق، وفي المناطق القريبة بيجوا صباح، عشان كده نحن بنأخر الصلاة باعتبار انه اكبر عدد ممكن من الناس يشارك في هذه، وحتى بقت مشهورة يعني انه الزول بتفوت الصلاة في المدينة بيجي يصلي في الكباش الحمد لله رب العالمين. وده برضو بيعكس النسيج الاجتماعي المتماسك لأهل السودان اللي بيجمعه التصوف. التصوف الارتفاع الى كل خلق سني، والعدول عن كل خلق دني كما عرفوه اهله. في الملحمه دي نحن بنشوف ناس من كل المناطق، من كل السحنات، من كل المناطق، بتجمعهم كلمه لا اله الا الله وان محمد رسول الله والمحبه، اللي هي باب عظيم جدا من باب الدخول على الله سبحانه وتعالى. الناس اللي بتجي دي كلها ضيافات على منو؟ على المسجد هنا ولا على ناس الكباش ولا على منو؟ هو كل ناس الكباشي باعتباره من المسيد، يعني كل ناس الكباشي قبل يوم من المناسبات، العيد الأضحى، عيد الفطر، 27 رجب، غير من المناسبات الدينية ليلة المولد، كل أهل الكباشي يتجمعوا في المسيد، وكل زور في أهل الكباشي هو خادم لهذه الجمعة التي تترى. نعم يا سلام. طيب نحن والله سعيدين نكون في مسجد أبونا الشيخ الكباشي، وقلنا أن احنا في حلقة خاصة جدا سألنا عن على من تجب الضحية، والضحية أخواننا هي سنة مؤكدة وتجب عليه المستطيع، يعني اللي عنده ما يكفيه من الغوط وبعد ذاك الفائض منه ممكن يشتري به ضحية، يعني ما ممكن الزول يكون عدمان وبعد ذاك يقول أنا دار أضحي وكده، إيه ما عليك، هي سنة مؤكدة وتجب على الزول الغني اللي عنده ما يكفيه بعد ذاك ممكن يضحي. وأنت منه؟ عابد بن عوف الشيخ الطريفي. عابد بن عوف. أنت يا عابد أول زول قال يا أخواننا
الزول المستطيع، ونحن بنحييك وبنبارك لك جائزة مقدمة من قناة الشروق يا اخواننا. نحييه تحية كبيرة لعابد يا اخواننا. جاي من وين انت؟ من التكينة. من التكينة، اها الجائزة دي ما تقيلة عليك للتكينة؟ جد الشيخ الطريفي. ها؟ جد الشيخ الطريفي. جد الشيخ الطريفي. هو؟ جد طوالي ابو بوبو. جدك الشاعر ولا انت الشاعر؟ جدي الشاعر. جدك الشاعر حافظ؟ حافظ له حاجة؟ والله ما حافظ له، لكن بقول لكم شعر في الكواهلة. قول. نحن جن الزبير نبه عزاز رتوت، نحن في المجالس لنا أكبر صوت، نحن في المجتمعات خسائل الفوت السخا والرجلة، نحن جن الزبير نبه عزاز رتوت، نحن في المجالس لنا أكبر صوت، نحن في المجتمعات خسائل الفوت السخا والكرم والرجلة يوم الموت. الله أكبر. طيب نحن مبارك لكم نمشي العروي نشوف جايزة. طيب مرحبا بكم، سعيدين نتواصل معاكم في عيدية خاصة من منطقة الكباشي. نحن داخل مسجد الشيخ الكباشي ومعانا أخونا عابد. عابد من وين أنت؟ عابد من نواف الشيخ الطريفي من التكينة. من التكينة، وهو من أحفاد الشيخ الطريفي برضو، يعني يا أخوانا مارق من طرق صوفية يا أخوانا. أي وسألناه عن على من تجب الأضحية، قلنا هي تجب على هي سنة مؤكدة، تجب على المضحي يكون غني، يعني عنده للضحيه ما فوق لكفايته، يعني بعد اللي بكفيه هو يكون عنده فايض يجيب منه الضحيه، لكن ما يكون عندك اكلك وشرابك بس تشيله تجيبه ضحيه. فهي سنه مؤكده وتجب على الزول الغني المستطيع ليها. بالداري كنقول ان احنا المستطيع عابد فاز معانا بتلفزيون مقدم من قناه الشروق، صفقوا له صفقه حاره يا اخوان. ايوه مبروك مبروك. مرحبا بكم، تواصل محطاتنا معاكم في عيدية خاصة من منطقة الكباشي. نحن جوار قبة أبونا الشيخ الكباشي، مجموعة من النساء الزائرات المريدات المحبات جن للعيد هنا يا أخواننا، بيباركوا العيد سعيدين نلاقيهم كلهم. أنا بسأل سؤال العارف الإجابة تحتفظ بها لما الدور يجي عندها، والسؤال يا أخواننا سؤال نسوان، وإن طلع ما جاوبنا والله يبقى علينا منه العوض وعليه العوض يا أخواننا، لأنه الشغل ده حقي. أول شيء خالتنا اسمك منو؟ اسمي من حسين محمد حدوب الكباشي. ده حسين منو؟ حسين فتحيدو. ما شاء الله. الشيخ محمد علي. نعم. ودى الكباش ودى القبة دي كلها هيلي. ما شاء الله تبارك. دلب واسكت والمتين والحي. ما شاء الله تبارك. هاي. الله يديك العافية. الله يديني العافية ويديك العافية وطول عمرك وتقبل زيارتك وشيل حمالتك. اللهم امين. هاي. طيب داير اسألك سؤال، انا سؤال بسأله للناس كلهم، العارف الاجابة يسكت لمن يدور يجي عنده. العيد ده عيد لحم. وضبايح. المرارة بتتكون من شنو؟ المرارة بتتكون من البهيمة اللي بيذبحوها دي. ما هي شنو المرارة بيشكلها شنو شنو؟ نشكلها بالحيل، انقطع لها البصل والليمون والدك و هي ذاتها شنو المرارة؟ الكراع والراس المرارة؟ لا، المرارة الكبد والكرشة. الكرشة والكبدة. الكرشة والكبدة. اي الكرشة برا والراس برا يا اخي. دي مع بطونة. الكرشة والكبدة؟ الكبدة والفشفاش والكرشة. الكرشة بخدها غادي بقطع الكبدة والفشفاش. وخدها بالصينية. وداني بتضيف لها شنو؟ أضيف لها شنو؟ بتزيدي لها شنو تاني؟ ليمون ودكوة. ليمون ودكوة. اها. وخدت الشاي بالسراويس. ما شاء الله. المرارة خدتها وراها ستة سبعة وسراويس بالرصة، ليمون وشطتي وبصلي. ما في كلام، ناخذ إجابة نتعرف عليك. الرجال اسمه السيد عطا بنان. من وين؟ من الكاملين. كاملين، جيت متين؟ جيت أمس. أمس ما شاء الله، تقعدوا كم يوم؟ ماشيين الليلة راجعين. ترجعوا بعد العيد؟ بعد السي. طيب المرارة بتتكون من شنو؟ من الكرشة دي والهنا دي، من الكبدة. أها. ومن الفشفاش. أها. وبصل وليمون و... ودكوة. دكوة. أي. ثاني. وشطة. أه؟ وشطة. شطة. طيب انت من النوع البطوقة قبل ما يقدمها ولا بتقدمها ثاني؟ بقدمها. بطوقية؟ بطوقة. كم مرة؟ مرة واحدة. لا لا، وكان لقيتي مليحة مليحة ما سمح. بطوقية ثانية. ثاني بطوقة. وكان لقيتي زي شطتها ما سمح ثاني بطوقية؟ بس حدقها بقى طعمة. ها؟ بحدقها بقى طعمة. قدر ما تلقاها ناقصة بطوقية؟ بطوقة. هاي لقيت بركتي منها شنو ثاني؟ والله بحدقها. طيب ناخذ إجابة نتعرف عليك. أنا أم حسين عطا المنان. من وين؟ ساكنة هنا في الكباشي. من الكباشي. المرارة بتتكون من شنو؟ ما كبدة. أه. وفشفاش. أه. وكرشة. وكرشة. نتعرف عليه؟ درية قسم السيد عوض. من وين؟ من الكباشي. من الكباشي. المرارة تتكون من شنو؟ من الكرشة والكبدة والفشفاش. والفشفاش. نتعرف عليه؟ أمير أبو بكر محمد سليمان. مرحبا بك. المرارة تتكون من شنو؟ من الكبدة والفشفاش
الكرشة. ثلاثة دين معانا منو؟ بسمة صالح. منو؟ بسمة صالح. مرحبا، من وين؟ من شندي وساكنة الكباشة هنا. ما شاء الله تبارك الله. المرارة تتكون من شنو؟ من الكبدة والفشفاش والكرشة ومفتفت. ما هي بكباشة. من وين؟ من الكباشة هنا برضه. مرحبا بك. المرارة تتكون من شنو؟ من ومفتفت والكرشة والكبدة الكرشة والكبدة والفشفاش. والفشفاش. مرحبا بكم، متواصلين معاكم نتعرف عليه. أنا فتحية قبل حاجة. من وين؟ الكباشة. كباشة. المرارة بتتكون من شنو؟ المرارة بتتكون من كل شيء كثير. أول حاجة القلب. ثاني الكلى. ثاني الفشفاش. ثاني الكبدة. شفت حتى ثاني نبدأ على الضلع. حتى ثاني نبدأ على الشية. المرارة مقطعة. حتى ثاني الشطة الحمراء والخضراء والدكوة. نتعرف عليه؟ أفراح بن يامين، كل سنة أنت طيب. وأنت طيبة، من وين؟ من الخرطوم. خرطوم وين؟ في الحاجوسي. حاجوسي. طيب المرارة تتكون من شنو؟ من الكبدة. هاي. ومن الفشفاش. هاي. ومن الكرشة. هاي. والشطة. والشطة. والدكوة والليمون وكلها. طيب ناخذ إجابة ونتمناك التوفيق. طيب أنا سعيدين في المحطة دي مع أخواتي هنا في القبة، قبة الشيخ الكباشي. لاقينا خالتنا أم حسين بنت حيدوب، جدها ذات الشيخ الكباشي، سألناها من المرارة وقالت هي الكرشة والفشفاش والكبدة. صفق لها يا أخوانا، صفقوا له صفقة. زغرة الام حسين دي. مبروك عليك، رح الجائزة نديك الجائزة. طيب سعيدين في المحطة دي نكون سؤالنا عن المرارة، واحدة من الركائز الأساسية لصينية الفطور في الضحية يا أخوانا. والمرارة قلنا تتكون من ثلاثة حاجات، الكرشة والفشفاش والكبدة، أو باللغة العربية الفصحى الكبد والرئة والمعدة، ده للناس المثقفين يعني. وخالتنا أم حسين بنت حيدوب هي جاوبت إجابة تمام، وحتى السراويس رصتن، وحتى شيء جيهاتها. فزتي معانا ب حتى بواتا نادرين. والقبب الأربع حقاتي. أي. والشرع مشرعي والخلوة خلوتي والذكر ذكري وناجحين أبواتي وعالي اسم أبواتي. ما شاء الله. فزتي معانا بصحنين سيرويس مقدمات هذه. مو صحي واحد، صينية كلها صينية فيها تسعة. طبحات الخرفان اثنين في خشم من نمت أبويا. ما شاء الله تبارك. طيب خالتنا أم الحزين أخواننا بنت حيدوب فازت بتلفزيون مقدم من قناة شروق. صفقوا لها صفقة حالة. الله أخوان. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك. السلام عليكم أخوان، طيبين؟ كل عام وانتم بخير، صحة والسلامة. الله يكرم. الحمد لله. السلام عليكم. عليك كيف حالك؟ الله يكرم. الحمد لله. تقول عافية ان شاء الله. طيبين قبل على مانيك وتقول عافية. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير، صحة والسلامة. الله يكرم. الحمد لله. تقول العافية ان شاء الله. طيبين. كل عام وانتم بخير، صحة والسلامة. الله يكرم. الحمد لله. يديكم العافية. طيب أنا مرحبا بكم، سعيدين نتواصل معاكم ونكون في محطة من محطاتنا في حلقة خاصة جدا من منطقة الكباش. ونحن سعيدين، دي أسرة وده بيت والضبيحة بتاعتهم معلقة في الباب. أول شيء نتعرف عليك منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمين طه الجيلي ضفع الله الكباشي. مرحبا. وده منزل الشيخ طه الشيخ الجيلي وأنا خليفته. الله يديك. دكتور الأمين طه الجيلي الكباشي. يا أخي ربنا يكرمك دكتور الأمين، وكل سنة وأنتم طيبين. كل عام وأنتم بخير ومرحبا بكم، والله شرفتونا. ونحن نقدر هذا الموقف الجميل منكم. نعم. منكم من الشروق، من التيم العامل معك. الله يديك العافيه. طيبين والله. نحن كمان معاكم في العيد ما حاسين بغربه. الله يكرمك. هاي ما حاسين بغربه، ونحن سعيدين يا اخواننا. لقينا الرجال يا اخواننا، والرجال طبعا بيقفوا مع الضبيحه عشان، والنسوان كنا في القوانين شغاله مولعه هناك، يقطعوا بيجي يدون المراره طوال انتهى منا، ادوين اللحم دقشنه حمرنه، دخلنا الكموني مسافه تجي، والكموني تجي غدا صح؟ نعم صحيح كلام. تجي غدا. طيب نحن سعيدين نكون العيد في الكباش عنده طعم خاص، وعنده لونيه خاصه ومذاق خاص، ومليان بالبركه. الضيوف ذاتهم كتار على الكباش ومن مختلف المناطق يعني. نعم نعم. العيد في الكباشي بيختلف اختلاف كبير من المدينة. نعم. يعني نحن هنا الحمد لله
كل بقاع السودان، ضيوفنا من كل بقاع السودان وحيران الشيخ من كل بقاع السودان. والشيء المختلف من المدينة إنه إحنا صلاتنا الساعة 10. أي زول الصلاة فاتته بيلحق هنا في الكباش. بيلحق في الكباش. أي. الخرفان دي بيجيبها من برا ولا عندكم؟ لا الخرفان دي بيجينا منكم هناك من المدينة. يعني خرفان حناكيش. ناس الكباش بياكلوا خرفان الحناكيش. بعدين معانا الخليفة الشعراني. عمنا الكبير. الشيخ الشعراني والشيخ الرشيد. مرحب بك شيخ الشعراني، كيف حالك؟ الله يديك العافية. كل سنة وانتم طيبين. صحة وسلام. العاد عليكم بالعافية. قبل تتحقق الأمان إن شاء الله. ونحن سعيدين نكون معاكم في الكباش والله. ونحن ذاتنا سعيدين والله بوجود شروق. ما مرت من هني، هي مرت من الكباش يعني. ونرحب بكم. الليلة عيدت هني، الشروق عيدت هني الليلة. نعم. ورحب بكم ترحيب حار وكبير جدا جدا. أخونا محمد موسى والستاف. إخوة كلهم العاملين بالغناء. والغناء الرائدة. الله يديك العافية. والتي طافت كل أنحاء السودان يعني. الله يديك العافية. وده دليل على توحيد البلد والسودان. والسند إن شاء الله نتمنى أن تكون سنة خير وبسيط للسودان كله يعني. اللهم آمين. بمناسبة هذا الخريف الجميل يعني في كل السودان، ونتمنى أنه الناس كلها تكون سعيدة يعني. آمين والله. نحن ذاتنا بنتمنى لكم السعادة. وبعدين من الطرائف الحاصلة لي في الكباش، أنا العمة ما بعرف أربطها كويس. قدر ما أجي في حتة أقول لي زول أربط لي. معانا أخونا طبعا ده برضو تعبت معي بالربط، والخلفة كله نيزول أقول له أربط لي. واحد لقاني طبعا الزحمة وبليفوا لي في العمة، قال لهم مفلوك فلقوه. قلت هذا المفلوك شنو دي عمتي؟ هذا المفلوك شنو؟ بيزول انفلقوه بليفوا بتوتل، فبليفوا بشاش. وطبعا نحن يا أخواننا أسا سألتهم قلت له الخروف ده من عندكم هني؟ ودي ذكرتني واحد قالوا زول ما طبعا الكباش الناس مشهورين بالكرم، والضحية زي ما بقولوا في الكباش سنة. الضباح دي صعب تقيف في الكباش، عنده يوم يضيفون ضابحين ليه، هم براون ضابحين لما يلاقون العيد. لقد واحد ده قالوا جبار شديد، وجاب الزول يجر له زي خروفكم المعلق ده. الجزار ضبح جد على الراس هنا، قال له زول ها قال بجد ده جيبه جاي ماله جاي بعيد كده. قال لي الراس ده مو ليلنا ليلك انت مشاركني فوقه. يا زول انت جاي منك تطبح بس الخروف ده حقنا كله، وخروف انا مشتري بقروشي ماشي الراس تجعه غادي. الراس ده هو غير راس خروفك انت بتذوق له طعم يوم اللي سلقوه كده يسووا له الفلفل ده ويسووا له المكاده ويسووا له. الجزار خدت الخروف زحالي مرق الجلد جدعه كده يابا بتجعه ساي الجلد ده بيجعه ساي الفروه دي برا جلدك انت حق خروفك الفروه السمحه تلقاوين جيب الجلد ده جاي جابه جاي شال الضلافين الكرعين جدعين يابا الكوارع السمحه دي برا خروفك بتلقاوين ما بسويها شوربه كده. الزول اتغاز منه غيظ قدر يقطع له حاجه ده يقول له جيبه مسكوا منه وقال له انت باع دي ما دايره نغمه تنزلها فيتها باع اللي خروفك دي نزل لك نغمه في الموبايل لا جطر انا يا اخي ما نشيل. طيب انا بسال سؤال الاجابه بتقلها للناس اللي بتذكر يا اخوانا تزعفوا الذاكره اركان الحج الاربعه اربع اركان للحج العارف منه الاحرام نعم والسعي نعم سعي بين الصفا والمروه والطواف ايوه والوقوف بعرفه والوقوف بعرفه نعم. اربع اركان للحج نعم الاحرام طواف السعي الوقوف بعرفه الوقوف بعرفه اربع اركان الحج منو انت محمد احمد ابراهيم ادم من وين انا من القدر قدره اربع اركان ما شاء الله اربع اركان للحج الحج الطواف والسعي والوقوف بعرفه والاحرام الاحرام نتعرف عليك منو ضفع الله البشير محمد مرحب بك يا ضفع الله اربع اركان للحج الطواف هاي والوقوف بعرفة أي. والسعي أي. والإحرام والإحرام تعرف عليك لازم منو محمد عبد القادر الإمام كل سنة وانتم طيبين الخير السنة الجاية في عرفة إن شاء الله يا أمين يا رب العالمين أربع أركان للحج شنو الطواف أها والسعي أها والحج والإحرام والإحرام الإحرام قلت إن نتعرف عليك منو ابراهيم ضبع الله طه الجيلي مرحب بك اربع اركان للحج السعي والطواف والاحرام الوقوف بعرفه الوقوف بعرفه نتعرف عليك طارق الجيلي طه الكباش طارق الجيلي طه الكباش كسار اللحم والله جايز عليك من العده دي ماسك العده ما شاء الله سكين جزار بس لا لا اركان الحج الاربع الطواف السعي الوقوف بعرفه الاحرام الاحرام نتعرف عليك البشير حرنانين عوض جيد الكباشي مرحب حبابك اربع اركان للحج الإحرام هاي. السعي الوقوف بعرفة الطواف الطواف الاسم منو الاسم يوسف محمد يوسف عبد السلام
مرحب بك. اربع اركان للحج: الاحرام، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة نتعرف عليه. يا مرحبا طيب الشامح، كل عام انتم بخير. صحة وسلامة. اربع اركان للحج: نعم، الطواف والسعي والوقوف بعرفة والاحرام. الاحرام دي بناخذها اجابه. والنية برضو. النية. نعم. طيب احنا كده يا اخوانا قبل ما نعرف الفايز في المحطه نمشي على الخروف ده حبه. هاي بيجاي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كده امسك كده امسك كده امسك كده انا ذات بسم الله بسم الله شارك عشان يا اخوانا الواحد يطلع المصاريف. احنا دايرين نشتغل حبه في الخروف ده نطلع المصاريف يا اخوانا. نجيب السكين السكين لما نغزاه اخوانا ما يكون شغالين باب بخطاه كده في اللحم بغزاه في اللحم غز. امسك لي كده عمنا هاي ده هنا اجيب الميكروفون ده جاي. دي اسمه الدفر يا اخواننا. تدفر اللحمه بيدك كده شايف 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 كده تدفر اللحم تدفر اللحم. دي اسمه دفر اللحم دفر ده دفر تدفر اللحم تملص الخروف يا اخوانا. ده دفر اللحم. انا والله عشان نازلين عزموني فطور اكون ساهمت معاهم ما داير اقعد ساي يكون زي الضيف الثقيل يعني. انا ساهمت بالسلخ وعملت لنا استدبه هنا بعد ده بعد ما يستخوه زي ما قال الحنكوش. قال لهم مشيت وين؟ قال لهم انا وبابا مشينا الخرفان مول جبنا خروف باكر جاي عمو السفاح يقشروا لينا. هسه عند عمو السفاح اللي بيقشر فوق ده. ان احنا نتمنى لكم السعاده وكل سنه وانتم طيبين وده العيد ودي فرحه العيد ونحن من الكباش بنقول لكم الف مليون سلام والف مليون تحيه. طيب يا اخواننا محطتنا دي سؤالنا كان عن اركان الحج وقلنا هي الاحرام والسعي بين الصفا والمروه وطواف الافاضه والوقوف بعرفه. هي اربع اركان. دكتور اللمين صح؟ نعم دكتور اللمين. دكتور اللمين اول زوج قال الاجابه الصح بنصفق له صفقه حاره يا اخوان. مبروك عليك يا دكتور. نمشي العربيه سعيدين نكون معنا في الكباش في المحطه دي. سالنا عن اركان الحج الاربعه قلنا هي الاحرام وطواف الافاضه والسعي بين الصفا والمروه والوقوف بعرفه. الخليفه دكتور اللمين نحن سعيدين بك كثير واجابتك اجابه صحيحه ونحن ما شاء الله يعني شفنا خروفك ودخلنا بيتك وحضرنا الضحيه. وقبل ما تجي الضحيه نحن فزت معانا بتلفزيون مقدم من قناه شروق. صفقه حاره للخليفه يا اخوان. اي والله مبروك عليك. نفتح العربي مرحبا بكم. تواصل محطات معاكم كل سنه وانتم طيبين. نحن سعيدين في منطقه الكباشي نكون معيدين مع هنا ناس الكباشي. وطبعا يا اخواننا الصحن بتاع الشيه ده القدح ده شايفينه حق الشيه ده قصدنا يا اخواننا. والله ما دايرين هذه المغتربين ولا دايرين نمطقوا ولا دايرين نقول يا حلينا ما عيدنا مع هنا. لكن ده حال السودان وده عيد السودان ودي شيه السودان. والدكوه والشطه مجيهات بيغادي معين السلطه بيغادي والرغيف مجيه بيغادي والشربوت مجيه بيغادي والشغله جاهزه. ونتمنى لكم يعني عيد سعيد ويا ريتكم كان عيدتوا معانا. لكن كمان هذا عيدنا. اتفضلوا علي كده احنا جاي. مرحبا بكم. تواصل محطاتنا معاكم. نحن سعيدين يا اخواننا نتواصل ليله في عيديه خاصه من منطقة الكباش. ونحن جينا هنا ما شاء الله واحد بيوت واحد من اخواننا ناس الكباشي. منو؟ عبد المحمود المكاش الكباشي. مرحب بك. دي تسد البيت ده؟ نعم ما شاء الله. والبيت يا اخواننا دائما في العيد النسوان بيجي هنا البيت وبنظفنه وما بريد انا زول بشتم بيتي. هسه نحن النظافه شايفين دي ذاتنا حرصنا انه نجيب في حته معينه عشان ما نوسخ البيت. بيقول البشتنو ديل منو وجو ديل منو. وبيبشتن البيت دي ذكرت لي نكته. جماعه قالوا جيران ضربوه للضابط بلاق يا جناب الحقنا في شنو؟ قال له والله في مره قتلت راجلها. كيف الكلام ده يا اخواننا؟ اعوذ بالله قتلته كيف؟ قال لي والله هي مسحت البلاط وهو جا ماشي فوقه البلاط لين قام وسخه طقته وقع مات. قال له طيب ما تقبضوها. قال لي بس راجلنا البلاط انشف نجي قاعدين فوقه لين البلاط انشف بنستلمها من جبل. فالنسوان يا اخواننا في العيد بيجي على البيت وما بدور نزول يخرب لهم بيتي. نحن سعيدين والله في ضيافه واحد من بيوت الكباشي ومن بيوت الشيخ الكباشي. يعني انا بسال السؤال اللي عارف الاجابه يحتفظ بها لما الدور يجي عنده. نجيكم واحد واحد. سؤالنا يا اخواننا الاسم الكامل للشيخ الكباشي منو؟ الكباشي ابراهيم السهول. كباش والسهول. الكباش والدلمين والسهول. كباش والدلمين والسهول. نتعرف عليك. نفع الله سيدنا ابراهيم الكباشي. الاسم الصح للشيخ الكباشي ابراهيم الامين علي سهول. ابراهيم الامين علي سهول. نتعرف عليك. المنير عبد المحمود الشيخ المنير.
مرحب بك. الاسم الكامل للشيخ الكباشي؟ ابراهيم الامين علي سهول. ابراهيم الامين علي سهول، نتعرف عليك. مرحب بك الشعراء طه حسن. مرحب بك. الاسم الكامل للشيخ الكباشي منو؟ ابراهيم الكباشي ابن الامين من الفكي علي سهول. ابن الفكي علي سهول، نتعرف عليك منو؟ عمد الشيخ مني الحق. مرحب بك. عارف الشيخ الكباشي اسمه منو؟ الشيخ كباز عديل. ها؟ الشيخ كباز اسمه الشيخ الكباشي؟ طيب ما خذها برضه، بنقبلها الاجابه. مرحبا الشباب بيجاي، نتعرف عليك. محمد عبد الرطه. محمد، اول حاجه طاقد اسمه شنو؟ الله يعوض عليك. اسمه مخططه ولا عشوائي؟ دي عشوائي. يا اخي ربنا يديك العافيه. طبعا الشباب يا اخواننا في العيد بيحاولوا يبدعوا، والطواقي شكل واللبس السوداني بيميزنا في العيد، جلابيتنا عمتنا شاننا طواقينا ذاتها بنشكل فيها. الاسم الكامل للشيخ الكباشي؟ الشيخ ابراهيم الكباشي اللمين الفكي علي. الشيخ ابراهيم الكباشي اللمين الفكي علي، نتعرف عليك. طه احمد المصطفى الكباشي. مرحب بك. الاسم الكامل للشيخ الكباشي؟ الكباشي اللمين علي سهول. الكباشي اللمين علي سهول، مرحب بك ان شاء الله. طيب الله يكرمك. طبعا يا جماعه لو تضربوا شيء يا اخواننا بيمرقوا بالعراريك ساكتك، لانه الخرفان دي سمينه وبيجيب لها شحم، الشحم بيجيب العرق، الناس بيقعدوا بالهباب ده. معانا منو؟ يوسف عبد المحمود. يوسف مرحب بك. الاسم الكامل للشيخ الكباشي؟ ابراهيم الامين علي سهول. ابراهيم الامين علي سهول، مرحب بك، نتعرف عليك. كباشي عبد الابطا. لا اللي بنزل منه خليته منه. انا الكباشي عبد الابطا. ونحن بنزل من الشيخ الكباشي. انت الكباشي. انا الكباشي عبد الابطا. الكباشي عبد الابطا. طبعا يا اخواننا منطقه الشيخ الكباشي ما يميز الاسم ده ذاته، يعني انا هسه كان وقفت في الشارع قلت يا الكباشي بيجوك 13 الا تعزل الدائره فيه منه بترجع الباقيين ما بسمين على الشيخ. كباشي مرحب بك. الاسم الكامل للشيخ مالك انت للشيخ الكباشي؟ ايوه الكباشي اللمين سهول. الكباشي اللمين سهول، متواصلين معكم. مرحب بك، نتعرف عليك منو؟ المهدي الجيل ابراهيم المهدي الكباشي. مرحب بك. من وين؟ من الكباشي. نعم. الاسم الكامل للشيخ الكباشي؟ ابراهيم الامين علي سهول. ابراهيم الامين علي سهول، مرحب بك. شباب نتعرف عليك. احمد عبد المحمود. احمد. الاسم الكامل للشيخ الكباشي منو؟ الكباشي ابراهيم علي سهول. كباشي ابراهيم علي سهول، متواصلين معكم، نتعرف عليك. مرحب. الاسم منو؟ ابو قرجه طه. منو؟ ابو قرجه طه. ابو قرجه طه، مرحب بك. كل سنه وانتم طيبين. كل عام وانت بخير. السنه الجايه في الحج ان شاء الله جمعنا. امين يا رب العالمين. الاسم الكامل للشيخ الكباشي منو؟ ابراهيم الامين سهول. ابراهيم الامين سهول. اجيت فوق جبلها بقيت قبله الكباشي القيد في شبله حضرة الجيل تبدو للبدل الويت جالس فوق جلوس عدله الكباشي القيد في شبله يرجف الى لدمع فوق مقله يرجف الى لدمع فوق مقله يرجف الى لدمع فوق مقله يرجف الى لدمع وقالوا إن كنت طرتش وبدلوا الكباشي القيد في شبلو جيت فوق جبلها بقيت قبلو الكباشي القيد في شبلو حكاية العلماء اللي عنده نزلوا يقطعوا يقولوا مالوا ما بزلوا الكباشي القيد في الفصيح فيهم نتروا وهزلوا الفصيح فيهم نتروا وعدموا صورة من الطريق عزلوا الكباشي القيد في جبله أجد فوق جبلها بقيت قبله الكباشي القيد في جبله. يا سلام عليكم. يا سلام، والله تحية كبيرة. ونحن سعيدين في المحطة دي أخواننا مع احفاد الشيخ الكباشي ومحبيه ومريدي الشيخ الكباشي نعيد معهم عيد الضحيه. وسالنا يا اخواننا قلنا اسمه منو؟ الكباشي ما لغب الاسم الحقيقي الكامل له منو؟ اول زوج قال الاجابه الصح بيكسب معنا جائزه. انت منو؟ دفع الله حسين الكباشي. دفع الله حسين الكباشي. قال هو ابراهيم اللمين علي والسهول، هو ده الاسم الحقيقي الكامل للشيخ الكباشي. صفقوا له صفقه يا اخواننا حار. نمشي العربيه نشوف ايه اللي ندوه شيه. هاي بسم الله، ما في جايزه غيره. هاي بسم الله. مرحبا بكم، سعيدين نتواصل معاكم من الكباشي يا اخواننا. والفايز في محطتنا دي اخونا دفع الله، سالناه الاسم الكامل للشيخ الكباشي هو الشيخ ابراهيم اللمين علي والسهول، واجابته اجابه صحيحه. وعرفنا يا اخواننا انه اخونا دفع الله هو تاجر بتاع اسلحه. سبحان الله، دفع الله فاز معانا بدبابه مقدمه من قناه الشروق.
يا اخي دير لي والله يقطعوا قلبنا دير لي العيد في الكباش هنا لي نلقى اسلحه مشينا جنب القبه خدتونا دبيب ذاته ما عرفنا نطير وين والشيء اللي ناكله كيف. طبعا الله فاز معنا ببوتجاز مقدم من غناش رخصه في كل صفقه حاره يا اخوانا مبروك مبروك عليك طبعا الاربع صفقوا يا اخوانا هكذا كان العيد في منطقة الكباشي والكاميرا تحكي واقع الحال السعادة الفرح تجمعا الأهل والأحباب المناطق المجاورة الذكر الدين وصلنا للحم وصلنا للخروف وجينا لحد الشيء كانت محطاتنا سريعة والزحمة كانت هي العنوان الأكبر في حلقة الليلة فرحة الناس بالعيد ولمتها في مسجد الشيخ الكباشي. أنا سعيد جدا أختم حلقتي وأنا في الصاكيني يعني أنا عيدي ما راح ساي أنا عيدي هذا دي الفضل لي من الشيء يا أخوان عشان تحنوا علي هذا الفضل لي بس الصايدة تاني غيره ما عندي حاجة باكل الصايدة وبكون أنا عيدتها والتحية والتهنية برسلها لكل السودانيين داخل وخارج الوطن الحبيب وخاصة أخوانا المغتربين والله الصايدة كله خاتنه لينا أي زول يجيب صحنه بغرف له يشيل ياكل الشطة كان ما عندكم أنا بديه كلها وحتى جديد اللي غادركم في أمان الله ورعايته بقول لكم دمتم في أمان الله.